مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. اللجنه الوزاريه الاقتصاديه في اجتماعها الاخير وافقت على مقترح من وزاره الشباب والرياضه بشان ايجاد فرص عمل للشباب وجذب طاقات الشباب واستيعابها وتوظيفها في اشياء مختلفه مفيده للشباب، وده من خلال اقامه مشروعات صغيره ومتوسطه داخل مراكز الشباب اللي بتتضمن طبعا اقامه منشات رياضيه داخل هذه المراكز، وده هيكون بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه المجتمع. للمزيد من التعقيب يسعدنا أن ينضم إلينا في استوديو هذا الصباح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. صباح الخير دكتور علي. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني كيف تنظر لهذا المقترح الجديد وإمكانية تطبيقه على الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الدولة بقى لها يعني فترة فعلا في مجموعة كبيرة من الخطوات اللي بتتخذها بقوة اتجاه ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن دايما احنا كنا بنأكد وبننادي على ضرورة وجود مثل هذه المشروعات، وده لان كان انا واضح عندي وملموس من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد. في ملتقى ومؤتمرات الشباب لدعم الشباب والاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانه ليه انعكاس كبير على التنمية والاقتصاد بنسبة كبيرة وفتح فرص عمل للشباب. بالضبط، هاخد اخر كلمة وهي فتح فرص عمل. احنا بنعاني من معدلات بطالة يمكن تكون مرتفعة، حصل فيها تراجع بعض الشيء لكن ما زالت مرتفعة. احنا اخر رقم سجلناه كان 11.9%، رقم برضه ضخم. والمشكلة كمان الاكبر ان البطالة بتتركز بشكل كبير جدا بين فئة الشباب، ودي يمكن اشكالية كبيرة احنا بنواجهها. ففكرة المشروعات الصغيرة ازاي ان انا اقلل عن طريقها معدلات البطالة من جانب، ازاي ان انا اوفر عديد من السلع في السوق تقدر ان هي تساهم في خفض الأسعار، إزاي إن المشروعات دي تقدر تقدم سلع مغذية أو سلع وسيطة تخدم بيها المشروعات الكبرى، إزاي إن أنا بشكل كبير جدا أزود من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. لما بنشوف عديد من اقتصادات الدول الكبرى دايما بنشوف زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين ويمكن الكلام ده قلناه كتير وبنأكد عليه دايما، هتلاقي حضرتك كانت قايمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو 60% من الناتج المحلي الإجمالي مكون من إنتاج مثل هذه المشروعات، وده بيأكد أهمية المشروعات ديت في أي اقتصاد. يمكن توجهات الرئيس بضرورة ودعم وتحفيز الشباب باتجاه هذه المشروعات، مؤسسات الدولة ابتدت تتحرك، ابتدينا نصل ل خلينا نقول مقترح كان بدأ من البرلمان من لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة، ازاي ان احنا نقدر نستفيد من مراكز الشباب اللي موجودة في جميع انحاء الجمهورية باستفادة منها في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة المتوسطة من جانب، ومن جانب اخر ازاي ان انا انشر ثابت مقرات لبيع المنتجات بالنسبة للشباب. خلينا نقول يعني هو الفكرة طبعا خلينا نقول ان هي في الاول وفي الاخر الفترة دي هي عملية دراسة زي شكل المخرج النهائي ممكن يبقى زي، لكن انا تصوري ان هو هتبقى خلينا نقول معارض دائمه موجوده في مراكز يعني الشباب. دايما مراكز الشباب هي مراكز للرياضه او الادوات التثقيفيه او أكيد. الوعي لزيادة وعي الشباب. الجديد انها يكون مقرات ليهم لبيع منتجاتهم، فيمكن الارتباط هيبقى قوي بين الشباب وهذه المراكز، لان اللي هيكون مثلا الوسيط او الصله مش رياضه فقط او النشاطات الاجتماعيه لكن بقى فرصه عمل او عملهم. خلينا نقول ان هي يعني المنافع هتبقى هتعود على الكل سواء على الشباب او مراكز الشباب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، فكره ان يبقى في نوع من انواع المعارض الدائمه، ازاي ان الشباب يقدروا يعرضوا منتجاتهم او ابتكاراتهم اللي هم قاموا بيها، ازاي من جانب اخر يبقى في جانب خاص بالتثقيف والوعي بالنسبه للشباب، ازاي ان هم اوعيهم ازاي يعملوا دراسات جدوى لمشروعاتهم، ازاي ان يبقى الدوله عندها مقترحات لمشروعات جديده ممكن تعرضها على الشباب دولت ويقوموا بيها، ازاي ان برضه يبقى في نوع من انواع حضانات الخاصه بالمشروعات الصغيره
صغيره متوسطه. انا عندي هنا هو في مصر يمكن اكتر من 4000 مركز شباب ما بين قرى ومدن، ازاي ان انا بشكل كبير جدا استفيد منهم؟ لان هتلاقي دايما ان المشروعات الصغيره المتوسطه عندهم مشكلتين، مشكله تمويل ومشكله تسويق. مشكلة التمويل خاصة بعد إحجام بعض البنوك على تمويل الشباب، لأن عامل المخاطرة بيبقى كبير بالنسبة أو على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. خلينا نقول إن الموضوع يمكن مش بادئ من الفترة ديت، لا ده احنا بنتكلم من التسعينات من الصندوق الاجتماعي للتنمية، لما كان دايما في أزمة ثقة ما بين الشباب والصندوق من جانب الضمانات، وكان في مشاريع كثيرة كمان زي عربات الخريجين بس ما استمرتش. ما هو يعني خلينا ارجع للجزئيه ديت، يمكن ازمه الثقه دي كانت عامله مشكله في التمويل بالنسبه للشباب، وبعد كده يمكن الدوله بشكل او باخر عن طريق البنك المركزي بقى بياكد على البنوك المصريه ازاي، وبالاخص طبعا الحكوميه، ازاي ان هي ممكن توفر اكبر من 58% من مخصصاتها توجه للمشروعات الصغيره المتوسطه، ازاي نوفر لهم التمويل اللازم بفائده 5%. كل ديت يمكن سبل دعم. حضرتك اتكلمت في جزئيه اخرى هي خاصة بيه، ان في مشروعات يمكن للأسف الشديد ما استمرتش وما قابلتش نجاح، وده يمكن بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية جيدة تقدر ان هي فعلا ترسم لي المستقبل بالنسبة لمثل هذه المشروعات، وان فعلا الشاب اللي يقوم بمشروع يبقى بنسبة كبيرة جدا متوقع نجاحه. خلينا ناخد من الكلام دوت جزئية تانية، مش لازم الشاب يبدأ المشروع لوحده، ما ينفعش. انا يعني دايما بشجع فكره ازاي ان ممكن يبقى مجموعه من الاصدقاء، مجموعه من الاهل، هم اللي يبتدوا المشروع، بحيث ان المخاطره تبقى متوزعه عليهم، التكاليف تبقى متوزعه عليهم، وبعد كده الارباح تبقى الامور بالنسبه لهم مقبوله. لكن احنا المشكله عندنا، واحنا يمكن دي مشكله احنا بنعاني منها، ان ما تعودناش ان احنا نشتغل تيم ورك، لا احنا تعودنا دايما ان انا هعمل المشروع كذا، لا ما فيش حاجه اسمها انا هعمل المشروع، ما انا لو عملت مشروع لوحدي هتحمل مخاطره لوحدي، وبالتالي في حاله الفشل والعياذ بالله هيبقى صعب ان انا ابدا مشروع جديد. لكن لما تبقى مجموعه هتبقى الامور ابسط بكتير، وهتبقى المخاطره متوزعه على المجموعه كلها. ده جانب. الجانب الثاني، احنا بنتكلم دلوقتي على التمويل، الدوله بشكل كبير جدا ابتدت تسهل توفير التمويل دوت، ما زال في مجموعه من العقبات والاجراءات الاداريه اللي ممكن بيواجهها بعض الشباب محتاجين ان احنا نعدلها. دلوقتي في جهاز خاص بالمشروعات الصغيره المتوسطه، يمكن كان في محادثه بيني وما بين الدكتور علاء الصاطي من 3 أيام تقريبا، وكان بياكد ليا ان اي شاب عنده مشاكل بالنسبه ليه اي اجراءات، ان الجهاز بيساعده بشكل كبير جدا في تسهيل هذه الاجراءات، ولو عنده مشاكل في الحصول على تمويله ازاي ان فعلا الجهاز بيقدر يتواصل مع البنوك، وازاي ان هو يسهل عمليات التمويل. خلينا نقول ان المؤسسات كلها ابتدت تتحرك بشكل جدي، وده يمكن ناتج زي ما حضرتك بدات كلامك بان فعلا في توجيهات للسيد الرئيس، والسيد الرئيس فعلا بيراجع بنفسه وبيتابع بنفسه. وخليني اقول للاسف لولا المتابعه ديت يمكن ما كانش هيبقى فيه النجاحات اللي احنا شايفينها، لا يمكن هو متابعته ديت وحرصه الشديد على متابعه الخطوات ديت هو ده اللي مخلينا الى حد ما بنشوف فعلا تطوير. محتاجين ان برضه الحكومه، محتاجين كل مؤسسات الدوله، كل الافراد القائمين على ملف مهم زي المشروعات الصغيره، ان يكون خطواتهم سريعه، خطوات جديه، ان ما يبقاش في اي معوقات، يبقى كلنا بنتعاون بحيث ان احنا نتغلب على المعوقات ديت. لان انا من مصلحتي ان كل الشباب اللي بيسعى لي فرصة عمل او ان هو بيحاول ان هو بشكل كبير جدا يسعى لمشروعه ان هو فعلا ينجح فيه، لان بدع على في نفس النقطة ديت، انا عندي الجهاز الاداري 6.5 مليون موظف، خلاص الدولة اعلنت عدة مرات ان مفيش مجال او مساحة ان يبقى فيه تعيينات جديدة. طيب دلوقتي الشاب اللي اتخرج دوت هيقعد في البيت؟ لا مش هتقعد في البيت، حضرتك لازم تفكر في مشروع صغير عشان تبدا فيه. لكن حضرتك بتنتظر ان الدولة تعينك، انا بقول لحضرتك خلاص بقى صعب، انا عندي 6.5 مليون موظف، والجهاز الاداري خلاص بقى في حالة من حالات التشبع بموظفينه، وبالتالي عليك ان حضرتك لازم تدور على المشروعات الصغيرة اللي هتحقق لك النجاح بتاعك، وفي نفس الوقت
هتحقق لك مردود مادي واقتصادي اكبر بكتير من اللي انت مستنيه من الوظيفه. طب دكتور علي، احنا عايزين نضمن الاستمراريه ونجاح هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال هذه مراكز الشباب، تغلب على كافه المعوقات او المشاكل، ازاي نبدا باجراءات واضحه وسليمه؟ يعني 1 2 3 يعني احنا اول حاجه بدانا فيها ودي كانت اكبر مشكله التمويل. يمكن الدوله دلوقتي البنك المركزي كان عمل مبادره خاصه ب 200 مليار، يمكن خلينا نقول اللي تم توجيهه بالفعل لا يتخطى حوالي ال 20 مليار، رقم ضعيف كان في حوالي 1%. محتاجين ان يبقى في تبسيط الاجراءات اكتر من كده للحصول على التمويل، محتاجين ان يبقى عندي نوع من انواع الشفافيه. يعني الشاب دلوقتي ممكن يكون بيشوف اعلانات او بيشوف اخبار متعلقه بتوفير هذه القروض او التمويل، لكن هو مش عارف طب هروح فين وايه الاجراءات اللي محتاجينها. لا، انا عاوز ويب سايت يكون يعني او موقع الكتروني يكون. كمان عن عدم الثقه او الخوف ان هو يخوض هذه التجربه. لا، احنا محتاجين ان كده كده الدوله بتمد ايديها دلوقتي والشباب محتاج بشكل اكبر مما كان عليه المشروعات ديت، ازاي ان يتوفر موقع الكتروني يبقى موضح كل البيانات والمعلومات الخاصه بهذه المشروعات، وازاي ان هو يحصل على تمويل. على فكره يمكن اللي انا بقوله دوت يمكن الدوله شغاله فيه، وفعلا في مؤسسات الدوله بتتحرك فيه، بحيث ان عن طريق الموقع الالكتروني دوت الشاب يقدر يتعرف على كافه الاجراءات والتراخيص اللي هو محتاجها. عمليه التبسيط بشكل كبير جدا، لان احنا الشاب للاسف الشديد واقع ما بين عديد من الجهات، كل جهه ليها متطلبات معينه، ازاي ان انا ابسط الاجراءات ديت واسهلها بحيث ان يقدر بشكل كبير جدا ان الشاب دوت يبدا المشروع بتاعه. بعد ما بيتم عملية التمويل بنيجي الجزئية بعد كده خاصة بالتسويق، ازاي ان انا اقدر اسوق المنتج بتاعي سواء داخليا او خارجيا، ازاي ان انا اقدر بعد كده افكر في استراتيجية واضحة خاصة بالانتاج نحو التصدير، وده جزء مهم جدا بقى عشان اقدر ان انا احصل على دولار والنقد الاجنبي اللي يمكن عامل لنا ازمة بقاله فترة كبيرة، ازاي ان انا بشكل كبير جدا يبقى ليا مساهمة اكبر في التجارة الدولية وفي نفس الوقت هيعود بمنافع اكبر على الشباب. يبقى انا دلوقتي لو عاوز احدد 3 نقاط، يبقى اول حاجه التمويل، رقم 2 الاجراءات الاداريه، رقم 3 التسويق. التلاته دول يعني لو احنا فعلا قدرنا ان احنا نتغلب عليهم الفتره اللي جايه، انا يعني اتوقع ان المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر كمان هتحقق نجاحات. هو ده المثلث اللي ناجح للمشروعات الصغيره. اكيد من وجهه نظري دول يمكن دول مهمين جدا، الدوله يمكن بتتحرك فيهم، لكن محتاجين اكتر من كده، لان احنا خلاص ما عندناش رفاهيه وقت، ومحتاجين فعلا ان احنا نستفيد من كل القدرات اللي عندنا ونستفيد من مواردنا، واهم مورد احنا ربنا مدهولنا هو مورد البشري. ازاي ان انا استفيد بيه؟ ازاي ان انا النمو السكاني بدل ما هو 2.5% وكل فتره بعاني من مشاكلهم ومتطلباتهم، ازاي ان هو يبقى مورد يحقق عوائد اقتصاديه ضخمه؟ ويمكن شايفين الصين وازاي ان قدرت تستفيد من العدد السكاني دوت، محتاجين ان شاء الله ان احنا نستفيد من المواد اللي موجوده عندنا بشكل اكبر. وخصوصا دكتور علي احنا شايفين ان في اهتمام في تنميه الجنوب وشباب الصعيد والحد من هجره الريف للمدينه، وممكن اقامه مثل هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه هيكون اضافه لهؤلاء الشباب واضافه للاقتصاد المصري. خلينا نقول ان موضوع الهجره هو ناتج عن ان هو الشاب بيحاول يهرب من مستويات دخول منخفضه او من مستويات فقر مرتفعه، ان هو بيبتدي ان هو يسعى لفرصه عمل تكون في العاصمه. انا دلوقتي لما بخلق نوع من انواع التنميه الاقتصاديه والتنميه الشامله في مناطق زي الصعيد او في سيناء، اكيد بشكل كبير جدا انا بقلل من الهجره، وفي نفس الوقت انا برفع من مستويات المعيشه في هذه المناطق. الدوله ابتدت تتحرك بشكل كبير جدا، شايفين مشروعات البنيه التحتيه اللي بيتم افتتاحها كل فتره في الصعيد وفي سيناء، ده بشكل كبير جدا هيساعدني على وجود حياه كريمه بالنسبه للمواطن في مثل هذه المناطق، ازاي ان انا بشكل كبير جدا المشروعات ديت هتخدم اهالينا في الصعيد وسيناء، ازاي ان انا بشكل كبير جدا هقدر احارب الارهاب بوجود وخلق هذه التنميه.
دكتور علي، طبعا بتوفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة وتهيئة لبيئة عمل مناسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممكن ان هو يضيف إضافة لعملية التنمية اللي مصر بتقوم بيها حاليا. احنا عندنا يمكن مشكلة للأسف بنعاني منها، وهي خاصة بقواعد البيانات. احنا عندنا أزمة، الأزمة دي يمكن بتأثر في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو وطفر. محتاجين بشكل كبير جدا ان احنا نكثف جهودنا، يبقى عندي معلومات واضحه، معلومات حديثه، دقه في وجود معلومه بشكل كبير. ده اكيد هيسهل عليا في حل عديد من المشاكل اللي انا بواجهها. يمكن خليني اقول برضه ان يمكن حتى وزير التمويل الدكتور علي مصلح كان كتير دايما بيتكلم على البيانات. احنا حتى لما بنيجي نتكلم على الدعم على سبيل المثال، طب مين المستحق ومين غير المستحق؟ انا عندي بيانات للاسف ومعلومات غير دقيقه ومعلومات فيها كتير من الغلط، وبالتالي بتوصلني لمشكله اكبر وهي وصول الدعم غير مستحقي. نفس الحكايه لو بتكلم عن المشروعات الصغيره، هي هتاثر كمان على اتخاذ القرارات. اكيد انا دلوقتي لو بتكلم حتى على المشروعات الصغيره، انا محتاج ان انا اوجه التمويل دوت لمن يستحقه، لمشروعات فعلا تستحق هذه الاموال. فبالتالي بيبقى محتاج برضه قواعد بيانات تكون حديثه وبيانات تكون فعلا دقيقه بشكل كبير جدا، بحيث ان انا لما امول مشروع يبقى المشروع دوت يستحق، ويكون صاحب المشروع او قائمين على المشروع فعلا يستحقوا هذه الاموال. احنا في النهايه بنشكر دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. فقرات هذا الصباح مستمره معكم بعد الفاصل، موجز لاهم الاخبار الاقتصاديه.